دور النيابة العامة في تخليق الإدارة والمؤسسات العمومية للنواب المحترمين محمد عبيد، عبد الجليل بقطاسة، ورشيدة بن مسعود من الفريق الاشتراكي. الكلمة لأحد النواب لطرح السؤال. شكرا السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب المحترمون، السادة الوزراء المحترمون، السيد وزير العدل المحترم. تعالت في الأشهر الأخيرة أصوات متعددة نقابية وإعلامية وبرلمانية متحدثة عن أوضاع غير سليمة في التعدد العام لموظفي الإدارة العمومية، وقد أكدت جميعها على اختلالات كبيرة في التسيير والتدبير والإدارة ومخالفات مالية، وصفها البعض بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة القانون الجنائي المغربي. وقد بادرت الحكومة في إطار مسؤوليتها بالاعتراف بهذه الاختلالات عبر تصريح السيد وزير التشغيل بجلسات الأسئلة الشفوية أثناء جوابه على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي في الموضوع، والمؤكدة لوقوع هذه الاختلالات. ونفس الشيء بالنسبة لوزارة المالية التي انتدبت لجنة من المفتشية العامة للمالية للقيام بافتحاص هذه المنظمة. وكما نعلم جميعا السيد الوزير المحترم أن النيابة العامة يمكن أن تتحرك بناء على وشاية، فما بالكم وقد وقع إجماع مختلف مكونات الأمة من نقابات وإعلام وبرلمان وحكومة على وقوع هذه الاختلالات والمخالفات. لهذا السيد الوزير نسائلكم، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم في هذا الشأن؟ ثانيا، ما هو دور الوزارة في تفعيل الأحكام الصادرة في هذا الشأن؟ وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. بالنسبة لهذه القضية بالذات أقول بأن الوزارة توصلت بوشاية من مجهول باسم أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، يعرضون فيها أن رئيس مجلس الإدارة أشعرهم في ختام اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 فبراير 2004 بوقوع اختلاسات مالية على مستوى تصفية التعويضات المرضية، وأن هذه الاختلاسات تمت معاينتها على إثر رسالة مجهولة وجهت إليه سنة 2003، إضافة إلى تلاعبات في اقتناء ممتلكات كعيادات وتجهيزات. واعتبار لكون المؤسسة المذكورة تخضع لوساية وزارة المالية والخصاصة، فقد تمت مكاتبة هذه الأخيرة من طرف وزارة العدل قصد الإفادة بما لديها من معلومات ومعطيات من شأنها إنارة البحث في القضية. كما وجه في نفس الوقت كتاب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد تكليف الضابطة القضائية بإجراء بحث في ضوء الوقائع الواردة في الشكاية، والملف الآن يوجد لدى الضابطة القضائية من أجل استكمال الأبحاث وإحالة القضية على القضاء ليقول كلمته فيها. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير على هذا الجواب. غير معالي الوزير، إذا كنا كنأكدوا من هذا المنبر على هذا الملف، غير ليكون في علمكم على أن هناك إرادة وتصميم على تخريب صندوق التعاضدية العامة للموظفين. إرادة مقصودة. يكفي نذكر السيد الوزير بمجموعة الخروقات تمت غير الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي يتم الجمع العام 57 بمدينة فاس، جمع عام يتم في غياب المجلس الإداري الذي هو قانونيا منوط بإعداد الجمع العام، مما خلق بالبلاء. يكفيك الحال الأسبوع اللي فات مع الوزير، كان مفروض على أنه تجديد الثلث ديال المجلس الإداري، وبما أن الثلث السيد الرئيس معني بالناس اللي غادي يمشيو، تم التحايل على القانون وبتلاعبات سافرة لعدم تجديد الثلث. ناهيك السيد الوزير على أن الكتابات والإعلام الآن كيسير على أن خروقات قانونية ترتقي إلى مستوى الإجرام في صندوق التعاضدية العامة، فآلاف الموظفين الآن الأمن الصحي نتاعهم مهدد. عندنا حكم قضائي ديال المحكمة الابتدائية بالرباط يلغي جمع عام سابق، وكاين معطيات كثيرة تؤكد هذه الحالة الوضعية المترضية لهذا الصندوق. فالمفروض الآن، هل من متحرك لإنقاذ هذا الصندوق؟
أمام خروقات كبيرة في الاقتناءات في التجهيزات، هل يعقل أن يتم تحويل في ميزانية التسيير اللي هو ممنوع؟ هل يعقل الرئيس الأمين يتقاضى أجر وهما كيقوموا بواحد واحد المهمة تطوعية؟ هناك شكرا سيد نائب. يا استاذ واحد نص ثانية عافاك. تفضل. غير اللي كاين يحمل هاد الناس فضل. مسؤولية عشرات الآلاف من الموظفين المغاربة مهددون أمام حفنة ديال الناس يتلاعبون بالمال العام، هل هناك من يحمي الناس أو لا؟ شكرا. شكرا. سيد الوزير بضع ثواني. كما قلت للسيد النائب بأنه الآن القضية معروضة من أجل البحث، لا يمكن أن نستبق الآن الأحداث وأن ندين الناس قبل أن تدينهم المحاكم. المهم أن يعني يد العدالة الآن على الملف، وكما بينتم بأن عندما التجأتم إلى القضاء وقعت الاستجابة فيما يخص الدعوة التي قدمت أمام القضاء المدني، والآن يعني أمام القضاء الجنائي بمجرد ما ينتهي البحث، لأن الأمر يتعلق بمراجعة الحسابات والكشوفات إلى غير ذلك وإجراء الخبرات، هذه كل أشياء بتعاون مع المفتشية المالية. عندما يصبح الملف جاهز ستقول العدالة كلمتها بالنسبة لكل من ثبت أنه تورط في هذه الاختلاسات. شكرا. شكرا سيد الوزير.